عندما كنت في مانشستر قابلت أساطير، بول بوجبا، الأسطورة كريستيانو رونالدو، وبالطبع السير أليكس فيرغسون. أحاول دائما أن أتعلم منهم وأطرح عليهم الكثير من الأسئلة لأعرف كيف يفكرون وكيف يشعرون قبل المباريات، لأنني أرى أن الرياضة هي لعبة ذهنية. أعرف العديد من المقاتلين الذين يقومون بعمل جيد جدا في المعسكر التدريبي أو داخل صالة الألعاب الرياضية، لكن عندما يحين الوقت أمام الآلاف أو ربما الملايين من خلال التلفزيون لا يتمكنون من إظهار أفضل أداء لهم، وهذا لا يتعلق بتدريبك البدني بل الذهني. وأنا أحاول أن أتعلم دائما عندما أقابل أشخاص ناجحين، وهو ما حدث أيضا عندما قابلت سيدورف لأول مرة.